Yes, I see. Good news, everyone. السلام عليكم. ويقترب الإعلان الرسمي عن فخر الصناعة الكورية الجنرال نوت 10 المنتظر من سامسونج. اهتمام كل العالم التقني بكل تفصيل عنه وكثرة التقييمات والفيديوهات اللي تكلمت عنه، لكن سامسونج لا تزال تخبئ العديد من المفاجآت حتى يوم الإعلان عن انطلاق النوت 10. ورغم محاولات الإبقاء هاي المفاجآت خاتلة مثل ما نقول احنا العراقيين، او مخبئة وبعيدة عن عيون الناس حتى تفاجئنا بها، بس العشاق والمراقبين لين اي شاردة واردة عن التليفون مسح بها لدائرة الاعلام بالضبط. حتى احنا بقناتكم قناة تيك تايم سوينا فيديوهات اثنين عنه، بس اخبار اليوم تازة وجديدة كلش، وحتى اصدقكم قوية ومقلقة، فكان لازم نسوي فيديو جديد عن الجنرال العتيد النوت 10 تنوصل لكم هاي الاخبار. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، واليوم اخر ابديت عن النوت المنتظر بهذا الفيديو، ظلوا ويانا. باخر فيديو للنوت تسربت بشكل واضح صور متكامله واضحه عن الجهاز وشاشته العملاقه، واليوم ظهرت صوره للسكرين بروتكتر الخاصه بالنوت 10 من مصنعين متعاقدين ويا سامسونج لصناعه هاي البروتكترات. ظهرت فقط بقياسين، صغير 6.3 انج والثاني اكبر قياس 6.8 انج، وهاي الصوره وضحت بشكل مؤكد انه راح يصير عندنا 4 نسخ من التليفون مو 6، 2 قياس 6.8 انج، واحد LTE والثاني 5G، ونفس الشيء بالأصغر. ولغت فكرة النوت 10 الرخيص أو النوت 10 إي مثل ما موجود بعائلة الأس. وإذا تركز زين بالصور فراح تشوف شغلة ثانية بالحقيقة هي زعجتني هواية، إنه فتحة الكاميرا مال السيلفي صارت صغيرة جدا وبالسنتر مال الوجه، وهذه الفتحة راح تكفي كاميرا واحدة مو كاميرتين مثل الأستن، وهاي الشغلة خيبت أمل شوية. لكن وراها ظهرت تسريبات من مصادر معتبرة بمراقبة سامسونج، وأهمهم شخص اسمه آيس يونيفرس، وهذا الحجي قال انه عرف انه سامسونج شالت الكاميرا الثانية من جهة السيلفي وعوضتها بمتحسس للعمق TOF او Time of Flight مثل الموجود بظهر تليفونات الاس، يعني النوت صار باثنين TOF سنسر مو واحد. والظاهر وحسب تحليل آيس يونيفرس انه سامسونج شافت انه هاي المتحسسات هي افضل وادق لتصوير البوكي من كاميرات التليفوتو المستخدمة حاليا بهاي الشغلة. هذه بالنسبة للنوتش. نجي هسه لنظام الصوت، وهذا بعدة ملاحظات بالنوتين. انتبهتوا من الصور انه ماكو اي مكان للسماعات نهائيا؟ هنا اكد حجي آيس انه سامسونج استعملت تقنية جديدة اسمها Sound on Display، وهاي التقنية علنت عنها سامسونج الاسبوع الماضي بمدينة شانغهاي الصينية خلال مؤتمر للشاشات مال سامسونج اسمه سامسونج OLED Form. وللي ما يعرف هاي التقنية تعني انه الشاشة نفسها راح تصير بيها طبقة تهتز وتولد الصوت عبر طبقة الشاشة. سامسونج أخذت منحني خاص بها بصناعة هاي التقنية، بحيث سوت لنا طبقة كاملة من الشاشة تهتز مو كل الشاشة وبنوعية صوت ممتازة حسب ما تقول سامسونج، لأن هاي التقنية أصدقائي مو أول مرة تستخدم تليفون. لا حبايب، قبل 3 سنوات شاومي سوتها بهاتف مي ميكس، بس كانت تستخدم تقنية مشابهة، بس كواليتي الصوت كانت تعبانة وعالية أكثر من اللازم، بحيث الحواليك يسمعون حكيك أنت والطرف الثاني كله. ليش؟ لأن هو راح ينتج من اهتزاز جسم التليفون السيراميكي. LG سوتها ايضا بالGA ThinkQ وجودة الصوت كانت ممتازة، لان LG استعملت تقنية تخلي شاشة التليفون كلها تهتز، اما سامسونج مثل ما قلت لكم فخلت طبقة خاصة ويا طبقات شاشات الأوليد تهتز وتولد لنا صوت، وهذا ينطينا نوعية صوت ممتازة حسب سامسونج. وهاي الطريقة استعملتها سامسونج بجهاز M40 اللي انعلن بالصين قبل ايام، وراح ننتظر ونشوف هذا التليفون ونحكم على جودة الصوت بهاي التقنية. بس مو هنا الصوت مال نوت وخلاص، سالفتنا مطوله. الهيدفون جاك 3.5 ملم انشال من الجهاز، يعني سامسونج سوت اللي سوته ابل واغلب الشركات قبل 3 سنوات مع الاسف الشديد. اخر معلومه عن الصوت، سامسونج متوقع انه تستعمل بيزو الكتريك سبيكر، وهذه حتى تسوي لنا ستيريو سبيكر ساوند سيستم عن طريق وضع ماده بالجزء الاسفل تهتز وتولد لنا صوت ايضا عبر الشاشه. وهذا النظام راح يخليني اقلق من جوده الصوت بالنوت 10، هل راح يكون مثل ما متعودين انه ممتاز ام لا؟ ننتظر ونشوف.
إذا أجينا للكاميرات، فإحنا رأيناكم بالفيديو السابق عن النوتين إنه الجهاز راح يصير بي 4 كاميرات بالظهر عمودية بأعلى يسار التليفون، عدد TOF سنسر والLED فلاش. والأخبار تقول إنه راح يصير هسه الكاميرا الرئيسية بالنوت 10 بها فتحة عدسة متغيرة، لكن مو مثل S9 والS10 اللي بحركتين بس 1.5 و 2.4. لا حبايبي، راح تصير فتحة العدسة متغيرة بثلاث درجات 1.5 1.8 و 2.4. وللي ما يعرف شنو فائدة فتحة العدسة المتغيرة أشرح لك. لما نتصور بإضاءة عالية الفتحة العدسة راح تكون 2.4 لأن أكو ضوء كافي، فالجهاز يختارها أوتوماتيكي. وبالإضاءة القليلة أيضا أوتوماتيكي الجهاز يأخذ فتحة العدسة 1.5 حتى تفوت أكبر كمية من الضوء. لكن في حالة أكو ضوء قليل بس كافي لمتحسسات التليفون حتى يختار 2.4، وهذا اللي صار بالS9 والS10، راح تصير الصورة بها الإضاءة ما مضبوطة وتكون أوفر إكسبوجر. هنا راح يصير عندنا هسه ثلاث حركات للعدسة، فالجهاز راح يختار 1.8 وتكون الإضاءة والألوان بالصورة ممتازة وبدقة أعلى. إذا أجينا للشحن، ذكرنا لكم إنه النوت 10 محتمل يجي بنظام شحن خارق، عنت عنا سامسونج قبل فترة، يوصل بقدرة الشحن إلى 100 واط، يعني بطارية 4000 ملي أمبير تنشحن فل ب 17 دقيقة، لكن أخبار اليوم كانت مخيبة حيل، وتقول إن النسخة العادية يعني مو الـ 5G راح تجي بشحن سريع بقدرة الـ 25 واط، يعني مثل الـ A70، أما نسخة الـ 5G فراح تجي بقدرة شحن 45 واط، وهذا الشيء كل زعجني، خصوصًا إنه الشركات الصينية مثل فيفو اللي اعلنت قبل مدة عن نظام الشحن الأسرع بالعالم قدرة 120 واط، يعني تخيلوا بطارية بحجم 4500 ملي أمبير تشحن فل خلال 6 دقائق ونص، رغم أنه احنا ما نعرف الأثر السلبي اللي حيصير على عمر البطارية بشحن بهيج قوة. احنا نتوقع ان شاء الله يصدر النوت 10 خلال نهاية شهر 7 رسميا، ويدخل اسواقنا بداية شهر 8 ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، لا تنسونا باللايكات والاشتراكات بالقناة اذا ما مشتركين. اعوفكم في امان الله.